السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيفك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أول من يدخل النار ثلاثة: أمير مسلط، وذو ثروة لم يؤدي حق الله في ماله، وفقير فخور. فإذا صح هذا الحديث، من لا هو الفقير؟ لا يثبت بهذا اللفظ، لا يثبت، لا يصح بهذا اللفظ، لا يصح بهذا اللفظ ولا بهذا السياق، وإن كان لبعض فقراته شواهد. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، ملك كذاب، وعائل مستكبر، وشيخ زان. ملك كذاب، عائل مستكبر، شيخ زان، والعياذ بالله. هذا الثابت الصحيح.